أنا ما بقدر شوف منيح، لهيك بلبس نظارات، بس ما بسترجي أقول هالشي لأهل العريس. تخيلي بدهم ياني أكذب عليه. حتى حلو أنا ما بعرف أعمل، ولا بحب الخياطة والتطريز. أنا ما بعرف ليش عم يجبروني أكذب. ما بدي أتزوج بهالطريقة، بدي واحد يحبني مثل ما أنا. لشو؟ يعني لشو لأكذب عليه؟ بكرة وقت يعرف إني كنت عم أكذب، شو رح يعمل يا ترى؟ هو مستحيل يتقبل هالشي، وفي احتمال كبير إنه يطلقني. ليش البنت عطول مظلومة؟ وإذا يعني كنا بنات؟ شو ما بيحق لنا نختار؟ أنا عرفت لك إذا كان منيح ولا لا. شوفي هون في كل علاماته، عن طريق هاي العلامات منعرف إذا بتزبطوا مع بعضكم ولا لا. ماشي؟ علامات شو هدول؟ هي نتيجة الفحص تبع عريسك، بتبين إذا كان ناجح ولا راسب. بس هاي العلامات ما رح تفيدنا بشي جانجا. بابا بده ياني اتزوج وأنا ما فيني أقول لا، لأنه ما بيصير يسألوا البنت شو رأيها وقت يتقدم لعريس. وبعد ما خلصت ماجستير إدارة الأعمال انتقلت على دلهي واشتغلت بشركة كتير كبيرة، وتعرفت على كتير عالم وأصدقاء، ودلهي مدينة كتير حلوة والناس فيها كتير راقين. عن جد كنت كتير مرتاح هنيك، بس أهلي كانوا لحالهم، وأصعب شي على الواحد يكون بعيد عن أهله. مشان هيك كان لازم أرجع، وحالياً أنا عم اشتغل هون. انتي شو رأيك؟ حابة تضلي هون؟ أو حاطة شي تاني ببالك؟ احكي شي، ليش ساكتة؟ حاسس كأني عم احكي مع حالي. يمكن أنا ما عطيتك الفرصة أنك تحكي. خلاص رح اسكت، ما عاد احكي. وهلأ أدرشتي صار دورك انتي. مثلا شو حابة تعملي؟ شو بتطمحي تصيري بالمستقبل؟ أنا متأكد عندك طموح. ليش عم تبكي؟ أنا زعجتك أو ضايقتك بشي؟ ليش ساكتة؟ قولي. أدريشتي استني شوي. شو اللي عم يصير معها لأختك؟ أنا ما غلطت معها بشي، معقول تكون متضايقة مني؟ إيه بس أنا ما أنا رح أقلك هي ليش هيك ساوي. شوف هاي نتيجة الفحص تبعها، ما أنك شايف كل علاماتها كاملة، وهي حابة تكمل دراسة، بس أبوها مو رضيان يخليها تكمل، وغصبا عنها بده إياها تتزوج. عرفت هلأ ليش عم تبكي؟ بس ما حدا قال لي إنه بدها تكمل دراسة، حتى دريشتي ما جابت لي سيرة. ليش بتسترجي تقول؟ نبهينا ما تحكي شي، عم يخلوها تكذب عليك غصبا عنها. مو حرام يعملوا فيها هيك لهالمسكينة؟ على فكرة كلهم عم يكذبوا عليك، أصلا هي ما بتحب أبدا لا الخياطة ولا التطريز ولا حتى الأكلات المقلية، ما بتعرف تعملهم. دريشتي خايفة لأنك بعدين رح تعرف إنهم كانوا عم يكذبوا عليك، وأكيد رح تعصب عليها ويمكن تطلقها كمان. هي ما كان بدها تكذب عليك بس هن جبروها. عرفت ليش كانت عم تبكي؟ طيب ليلي لشوف بشو كذبوا علي كمان. دريشتي نظرها ضعيف وما هيك خلوها تشيل نظاراتها، مشان هيك دريشتي وقعت الشاي. معقول بس مشان يزوجوها يكذبوا كل هالكذب؟ طيب ماشي، انت قولي لي شو لازم اعمل. لازم تحكي قدام الكل انه دريشتي مو هي البنت يلي انت كان بدك اياها. انت الوحيده اللي بتقدر تساعدها لدريشتي،
لأنك أنت العريس وشو ما حكيت رح يسمعوا لك. بس هيك ما منكون حلينا المشكلة، لأنه إذا أنا ما تزوجتها أكيد أبوها رح يجوزها لأي حدا. المشكلة مو فيني أنا، أي حدا تاني رح يتقدم لها رح يكذبوا عليه. وعلى فكرة دريشتي بنت كتير بتجنن، وأي شاب يتمنى يرتبط فيها. بس خلاص رح أعمل مثل ما بدك، بس بشرط أنت تتزوجيني. أنا؟ إيه؟ ليش مستغربة؟ لكون ماني عاجبك. خير غانجا، شو صاير؟ في مشكلة كتير كبيرة ساغر، هذا الشاب مانو منيح أبدا. شو؟ أنا كتير عاجبني هالشاب. ما أنت ما سمعته شو حكى هلأ، مشان هيك عاجبك. بس هو مانو منيح، ترك لديشتي وصار بده يتزوجني لإلي. شو هاد؟ عن جد؟ ايه عن جد بابا. شو ان شاء الله عجبتك؟ قوموا خلونا نروح. ليش ابني؟ شو صار؟ ليش ما عجبتك البنت؟ لا ما عجبتني، مو هي البنت اللي انا بدي اياها. ليش؟ شو ناقصها لحتى ما تعجبك؟ أنا ما رح أحكي لك عنها لأنها بنتنا، بس صدقني صعب كتير إنه تلاقي مثلها. دريشتي بنت كتير منيحة وأخلاقها كتير عالية. إيه؟ ما هون هي المشكلة يا عمي، دريشتي بنت صعب لاقي مثلها، بنت ممتازة بكل شيء. الأكل اللي عملته اليوم دريشتي عن جد كتير طيب، وأكيد بكرة بعد ما نتزوج ما عاد أكل أنا برات البيت. وكمان هي شاطرة بالخياطة والتطريز، بكرة رح تصير تخيط لي كل تيابي، وأنا شخص بلبس على الموضة وتيابي كلها ماركات. لهيك لا لا لا، طول بالك شوي، مو دريشتي اللي عملت الأكل اليوم، حتى هي ما بتعرف أي شيء عن الخياطة. هي فكرة مرته لراتان، هي اللي حكت هذا الحكي. صراحة نحن بالغنا كتير ابني، ونفس الغلطة كمان غلطوا أهلي، هن مدحوني أكتر من اللازم، بس الحقيقة أبداً ماني هيك. أنا ماني عبقري مثل بنتكم. وأبي دافع تبرع، مشان هيك سمحوا لي سجل بالجامعة لحتى أعمل الماجستير، ولولا هالمدح ما كنت قدرت أتعرف على بنت ذكية وموهوبة مثلها. مشان هيك أنا هلأ متوتر، وإذا دريشتي بتوافق علي أنا عن جد رح كون أكتر شخص محظوظ بهاي الدنيا. بتمنى منكم ما حدا يضغط عليها، لأنه حقها تختار الشخص المناسب، وبتمنى عن جد ما تجبروها على شي ما بدها إياه. والفضل كله للبنت الصغيرة غانجا اللي فهمتني كل شي. كيف؟ غانجا قالت لك؟ شو هالحكي؟ غانجا الخدامة؟ انتو ليش معصبين؟ غانجا ما غلطت، على فكرة هي البنت ذكية. غانجا بس عرفتني على دريشتي الحقيقية، دريشتي طلعت أحسن مني بكل شيء، مشان هيك هي لازم تقرر إذا كانت رح تقبل فيني ولا لا، لأنه هذا حقها الطبيعي. لهيك رح أسألك هلأ يا دريشتي، موافقة أنك تخليني يكون شريك حياتك؟ فيني أعرف شو هالحكي اللي عم يحكيه ابنكم؟ من بعد إذنك عمو، أنا هو اللي رح يتجوز، القرار الأخير بالنهاية رح يكون إلي. بتمنى منكم ما تضغطوا على دريشتي، وشو ما كان قرارها لبنتك حتى لو كان لأ، احكي انت مع بابا وخبره شو بدكم. يلا بالاذن. تفضلوا. يلا. عفوا رجعت مشان اخذ موبايل امي نسيته، وكمان في شغلة تذكرتها حابب إلكن إياها. إذا دريشتي وافقت تتزوجني وبعدين حبيت إنها تكمل دراستها، ما رح يكون عندي مشكلة أبداً. أنا معي ماجستير، لهيك مرتي لازم تكون متخرجة من الجامعة. وعلى فكرة
انت بالنظارات بتطلعي حلوه اكثر. شو عم بيصير؟ حدا يفهمني شو حكى هاد؟ شبنا أمي، الشغلة كتير واضحة، الشاب عجبته كتير دريشتي. شفتوا كيف؟ مثل ما قلتلكن أنا إذا بحط إيدي بشي موضوع مستحيل ما يصير. آسفة من كتر الفرحة ما عرفت اتصرف. وينك مهراج؟ الحلو يلي جبناه من محل الحلو يلي على قصدي الحلو اللي عملته دريشتي وينه؟ جيبه لهون على السريع. يلا رح جيبه. يلا استعجل. تفضل استاذ. يا سلام، شي بشهي. خود خود. ان شاء الله الف مبروك سهري، رح يصير عندك سهر كتير منيح. هات من ايدك انت كمان. تفضلي. نسيت انت ما فيك تاكل. سكي مادري، ضيفيهم للكل وبعدين بعتي لي كاسه شاي على المكتب. ماشي. وكمان في شغله تذكرتها حابب لكم اياها. اذا دريشتي وافقت تتزوجني وبعدين حبيت انها تكمل دراستها، ما رح يكون عندي مشكلة أبداً. أنا معي ماجستير، لهيك مرتي لازم تكون متخرجة من الجامعة. كان قال أنت متأكدة إنه الشاب مانو منيح لهالدرجة؟ إيه طبعاً متأكدة، هالشاب مانو منيح بنوب. أختي دريشتي؟ ديري بالك تتزوجي لهذا الشاب، مانو منيح ابدا. وشو عرفك بقى؟ مثل ما عم قلك، هالشاب كتير سيء. وقت كنتي معه بعدين رحتي وانتي عم تبكي، انا هون كنت واقفة على الباب، وبعدين فتت لعنده وحكيته، ولما قلت له انه انتي ما بدك تتزوجي، ام قال لي تتزوجيني؟ ايه عن جد معه حق يقلك هيك، صدقيني انا كمان بوافق الرأي، لانه انتي بنت كتير مهضومة. انتي ليش ما عم تفهمي علي؟ عم قلك صار يقلي تتزوجيني بعد ما حكيت له عن كل الكذبات اللي كانوا كاذبين عليه. مثل ما عم قلك اذا الشاب عجبته دريشتي وبدا يتزوجها، انتي شو يلي مضايقك؟ اه وبعدين يا مرت عمي، هالخدامه امتى رح تزوق على حالها بقى؟ معقول توصل مع الوقاحه لهالدرجه هي؟ فيكي تفهميني انتي شو اللي بدك يا؟ اه أنا كم مرة قلت لك لا تتدخلي بشغلات ما إلك علاقة فيها؟ بكل وقاحة بتروحي لعند الشاب وبتقولي له دريشتي ما بدها تتزوجك؟ لا وكمان طلعتينا كذابين قدامه، إن شاء الله تكوني ارتحتي. خالتي، مو أنا نبهتك وقلت لك من الأول إنه هالبنت بدها تخرب لكم حياتكم مثل ما خربت حياتها؟ مين مفكرة حالك لا تتدخلي بمواضيع بتخص عيلتي؟ ستي جانجا ما دخلت. انت اسكتي! روحي من هون، يلا بسرعة! ما عم تفهمي؟ خير شو عم بيصير هون؟ شو ما سمعتي شو قلت؟ روحي من هون! صهري شبك، قلي شو القصة؟ لا تساوي حالك ما بتعرف شو القصة، أنت كنت معنا وشفت بعينك كيف هتافها؟ راحت لعند الشاب وحكت له كل شيء وطلعتنا كذابين قدام العالم، شو بدهن يكونوا هلا عم يحكوا علينا؟ عمو بس أنا ما حكيت غير الحقيقة، ستي وبرابة هنن اللي كذبوا. يوه! خالتي! ما سمعتي عم تقول عنك كذابة؟ وعم تقولها قدام الكل بكل وقاحة. مرت عمي، ما عاد فيني اتحملها لقليلة هالأدب. هاي البنت ما عندها احترام لأي شخص. المشكلة ماني حابب انزل لمستوى خدامة، وإلا كنت خليتها تندم على اللي عم تعمله معنا. أنا اللي رح ربيكي، تعالي معي لشوف. خلص اتركي إياها، البنت ما غلطت بشي. مو انت بتقولي انه عملوا خير؟ اليوم جانجا عملت خير، هي بس كان بدها تساعدها لدريشتي. بعدين لو ما جانجا حكت له للشاب ما كانت عجبته دريشتي، هو حبها بعد ما شافها على طبيعتها. ما بدنا ننزع فرحتها، واخيرا نحن لقينا عريس محترم لبنتنا. شو رايكم ننسى يا ايه هذا يلي شاطر فيه؟ خليك عم تمدح لنشوف شو اخرتها. بدي افهم بس شو محببك فيها. خلص لا تاكلي همها لجانجا، انا رح احكي معها وبوعدك ما يتكرر. تعالي معي، يلا تعالي. أنا لهلأ ما
ما عرفت ليش عيطوا علي؟ قلي بس أنا بشغلطت، أنا حكيت الحقيقة بس. قلي غلط شيء إنه الواحد يحكي الحقيقة؟ بابا كان دائماً يقلي ديري بالك بيوم من الأيام تخافي تحكي الحق، ومهما كان قاسي لازم تواجهي الناس فيه. قلتي لي البابا هيك قالك؟ اها. يعني مشان هيك ما كنتي خايفة؟ ولا حتى من ستك، مع أنك بتعرفي إنه هي رح تعيط عليك، وصهري كمان رح يعصب، وبجوز أنا كنت عصب عليك. معقولة؟ ما كنتي خايفة من حدا؟ إيه ما كنت خايفة من حدا. شي كتير حلو الواحد يحكي الحقيقة، بس لحتى يقدر يحكيها بده شجاعة كتير كبيرة، وإنتي عندك ياها. بس يا ترى وين كنت مخبية كل هالشجاعة وقت اللي منعتك أمي عن الدراسة؟ ليش وقتها ما أجيتي وحكيتي الحقيقة؟ وين كانت هالشجاعة؟ ليش لهلأ لحتى طالعتيها؟ شو؟ شايفك سكتتي؟ ليك يا جانجا، لما الشخص يكون بده شغلة من جوات قلبه أكيد رح يحققها، وما رح يسمح لأي حدا يوقف بطريقه، ولو مين ما كان يكون، حتى لو اجتمعوا ضده العالم. وقت اللي بتطلع عليك بحس نفس الشيء، بعرف ما رح ترتاحي غير حتى تعملي اللي براسك. انت ما كنتي حابة الدراسة لهيك ما عملتي جهدك. لو بتعرفي أهمية التعليم ببساطة كنتي اجيتي لعندي وحكيتي لي كل شيء، لأنه انت بتعملي جهدك مشان الشيء اللي بدك إياه. بس على ما يبدو انت ما بتحب الدراسة لهيك قررت، ومن هون ورايح ما حدا رح يجبرك على الدراسة أبدا طالما انت مانك حاببتيها. أنا اليوم رح أقول للأستاذ أنه ما عاد يجي لهون أبدا. إذا ما كان بدك تدرسي خلص لا تدرسي. مبسوطة هلأ؟ حابة تحكي شي تاني؟ يعني إذا أنا بطلت دراسة ما رح تزعل مني ولا رح تبهدلني عمو؟ إذا مانك حابة الدراسة شو فائدة البهادل؟ قولي لي أنت حابة تدرسي شي؟ طيب خلص لا تدرسي. عن جد عم تحكي عمو؟ ليش هيك عملت؟ انت بتعرف انه كل الولاد اذا سألتهم رح يقولوا لك لا ما منحب الدراسة، وغانغا اكيد رح تجاوبك هيك، وانت قبلت باللي قالت لك اياه بهالبساطة؟ غانغا غير كل الولاد يا مادفي، ما في فايدة نجبرها على شيء ما بدها اياه. اكيد رح يجي يوم وتعرف فيه قيمة العلم، وقتها حتصير تدرس من قلبها، وانا كتير متأكد انه هذا اليوم رح يجي، ما بعرف امتى بس رح يجي على الأكيد. وبركي هاليوم ما أجا، شو منكون استفدنا وقتها؟ أنا متأكد إنه رح يجي وما نطول، حاسه كتير قريب. غانغا مختلفة عن باقي الأولاد، أحياناً بحسها بتفكر بطريقة أكبر بكتير من عمرها. اليوم اللي بتعرف فيه إنها غلطت رح تحس بقيمة وأهمية العلم، لأنه غانغا ما رح تتحمل فكرة تشوف حدا أشطر وأذكى منها، ووقتها أكيد رح تحس بأهمية الدراسة. أنا بتوقع هالبنت في إلى مستقبل رح تكون شخص مهم كتير وكل الناس بتحترمها. يعتبر الدب ساقال أخيراً مش الحال عمو وافق على اللي بدي إياه. وافق على شو؟ قلت له ما عاد بدي أدرس أبداً، وهو وافق وقال لي خلص غانغا مثل ما بدك. عم تحكي جد؟ بابا وافق؟ ايه وانا كتير مبسوطة. حلو كتير، اليوم الكل بالبيت مبسوط، ستي وعمه كانوا معصبين وهلأ كتير مبسوطين، ودريشتي كمان طاير عقلة. ليش طاير عقلة؟ مبسوطة كتير لانه العريس عجبها. احكي لي لشوف، اذا حدا سألك شو العريس اللي بدك يا شو بتقولي له يا ترى؟
يلا قولي لي كيف بتحبي يكون العريس تبعك. يلا احكي. مثل عمو تماما. بدك اياه مثل بابا؟ بدك اياه يكون طويل وفي له شوارب؟ لا ما بدي اياه يكون له شوارب، بس يكون حباب مثله، ويعني مو كل هالقد كبير، مثله بس صغير. بدي خبره لامي انه جانجا بدها عريس يكون مثل بابا بس صغير. اكيد خالي رح تنبسط كثير، مو هيك؟ عن جد انك وحده مجنونه ورح تجننيني معك كمان. حبيبتي طمنيني، إن شاء الله عجبك العريس. احكي لا تخجلي، عجبك؟ شو بتمنى لو أمي كانت معي بهاللحظة؟ ايه والله يا ريت كانت موجودة، أنا كتير مشتاقت لها. لو تعرفوا قلبي قديش محروقة عليها، لأنه ماتت وهي بعمر صغير، بس منيح أنا تركت لها الأمر. انتي صورة تبقى الأصل عن أمك الله يرحمها. كل ما بطلع فيكي بتذكرها، أكيد لو أكيد لو كانت موجودة رح تنبسط لك كتير، مع أني زعلانة كتير أنك رح تروحي وتتركيني. بس إذا كانت دريشتي مبسوطة أكيد كلياتنا رح نكون مبسوطين، مو هيك؟ مظبوط كلامك نيرو. ليك يا حبيبتي، واضح انك عجبتي لأكشي، والقرار هلأ بإيدك. سمعتي شي شو كان عم يقول وقت تطلع من عنا؟ كان عم يقول القرار بإيدك، مشان هيك انت رح تتزوجي بس إذا كان بدك، وما حدا رح يجبرك. قولي لي هلا، انت موافقه تتزوجي؟ ليش نحن من امتى بناخذ راي البنات بقرارات مثل هي يا ابن حماي؟ هي شو بفهمها؟ ما بصير هيك سهري، هي اللي رح تعيش بهداك البيت، مشان هيك القرار الاول والاخير هو إلها. احكي لها شو موافقه عليه للشاب؟ ولي جانجا ليش واقف هنيك؟ يلا روحي على شغلك. شو حبيبتي ما جاوبتيني، عجبك الشاب ولا لا؟ ليك نيرو يعني ما تحرجا، من كل عقلك عم تسألها قدام أبوها إذا عجب الشاب؟ لأنه حتى لو كان الشاب عاجبها أكيد رح تستحي تقلك قدام أبوها إذا كانت موافقة عليه. لو سمحتوا لا عاد حدا يحكي مع شي، أنا خلص قررت دريشتي رح تتزوج للشاب بأسرع وقت. مادفي تعي ضبي هدول التياب. حاضر يلا. ليك يا خالو، أنا هلأ صار لازم روح على المحكمة، والمسا ناطر جوابك، وشو ما كان قرارك ما بدي إياكي تخافي أبدا، ومشان أبوك يتركي علي. أخ يا ربي شو الوجع هاد. صهري أهلين تفضل. مو مشكلة خليكي مرتاحة برجع بعد. لا صهري عادي، أهلين، أنا بس كنت متسطحة لأنه ظهري عم يوجعني. تفضل أقعد إذا بتريد.
تفضل. شكرا. بدي احكي معك عن ابن حماي. مو عرفان ليش هيك عم يعمل. انت شو رايك؟ يعني معقول اسالها لدريشتي اذا موافقه على العريس او لا؟ بنت بهالعمر كيف بدها تعرف شو هو الصح وشو هو الغلط؟ الحق معك صهري، ما كان لازم يسالها. المشكله بنتي صغيره وبتتاثر بالحكي، وممكن تصدق اي شيء بينقلها بدون ما تفكر انه في احتمال هالشيء يكون غلط. كلنا شفنا بعيننا كيف كانت البنت الصغيرة عم تحرضها، هديك اللي كان اسمها غانغا. غانغا، انتو شلون بتفوتوا هاي البنت على بيتكم؟ تعرفي انه ما مرق علي اوقح من هالبنت بعمري كله؟ لازم تقلعوها من هذا البيت. والله يا صهري ما بعرف شو بدي اقلك. نيرو هو يلي جابها على البيت بعد ما شفق عليها، ومرته كمان وافقته على الفكرة، صارت تتعاملها لغانغا مثل بنتها، وكمان حبة ساجار وصار يقضي كل وقته معه، وما عاد رضي يلعب مع رفقاته برا، لدرجة انه ما حدا بيسترجي يزعل غانغا كرمال ما يزعل ساجار. وانت بتعرفني قديش متعلقة فيه، مو هيك؟ بس لهالسبب لما شفته لساجار مبسوط قلت لحالي معلش كرماله، بس رح طول بالي. الله بعيني على هالمصيبة، ما عندي اي خيار تاني. لكن قلتي انه ساجار بيقضي كل وقته هو وياها؟ اوه يا ريت لو الشغلة بتوقف بس على هيك. ساجار مستعد يقاتل كل كرماله، ما خليت طريقة وما عملتها لحتى بعده عنا، بس ما في فايدة ابدا. اذا فكرت تزعلها لغانغا بكلمة واحدة، ساجار رح يقوم الدنيا ويقعدها بس كرماله. الله يسامحك يا نيرو، كله منك انت يلي جبت لنا هالبلوة على البيت. خلص يصطفلوا، خليهم يعملوا يلي بدهم اياه، انا ما عاد لي علاقه. وعلى فرض صار شي خناقه بين ساجار وغانغا، شو خناقه بين ساجار وغانغا؟ ايه، وليش مستغربه؟ بالنهايه هنن اولاد وبيتخانقوا كرمال شغلات بسيطه. نحن لازم نعرف كيف نستغل هذا الشي، خصوصي رح يصدقوا كل شي بينقال لهم اياه حتى لو مو مزبوط. إذا منقلن صح رح يصدقوا أكيد، وبدون ما يفكروا حتى. مشان هيك أنا ما بيكون اسمي أومكار إذا ما بخلي غانغا وساجار يكرهوا بعضهم، وعن طريق لعبة الشطرنج. شي حلو والله، قاعدة وفارتي لي غراضك هون ولا على بالك. قومي، معنك شايفتيني عم نضف؟ نضفي بعدين، أنا عم جهز الطيارة لساجار، لأنه بعد ما يخلص الفحص ويرجع على البيت بدنا نروح أنا وياه مشان نلعب بالطيارة. بالله جد؟ عم تحكي وكأنك شغلة مهمة، وكأنه ساجار ما عنده غيرك ليلعب معه، مو هيك؟ إيه شو يعني؟ أنت ليش غيرانة؟ روحي اتركيني كفي شغلي. أنا بدي غار منك؟ أنت من كل عقلك عم تحكي؟ شو هالجدبة هي؟ قال أنا بدي غار من بنت صغيرة. ماما أنا أخيرا خلصت امتحانات، صار فيني ألعب على كيفي. شو صار معك، جهزتي الطيارة؟ إيه، شوف شو حلوة. حلوة كتير، يلا أمشي نروح نطيرها. حبيبي ساجار، أخيرا خلصت فحص، يلا حكيلي كيف كان فحصك يا روح ستاك؟ ستي كتير منيح، وهالمرة أكيد رح أطلع الأول على صفي. يا شاطر، هيك بدي إياك على طول تطلع الأول. بولكيت، طمني كيف كان فحصك؟ ماشي حاله. تعال خلينا نشوفك ابني. رايح على غرفتي، صار لي زمان ما حكيت مع رفقاتي عنك. ما عندك شي تعمله غير انك تحكي مع رفقاتك؟ اسف عمو، بس انا بحب احكي مع رفقاتي. لك شو هالجيل، ما بعرف شو عم يصير فيه. يلا غانغا. عمو استنى، وين رايح؟ نعم عمو. نحن مو اتفقنا انه تجي لعندي بعد ما تخلص الفحص مشان علمك شطرنج، ولا نسيت؟ مو انت اللي قلت لي بلسانك انه حابب تتعلم الشطرنج مني انا لتكون غيرت رايك؟ بدي اياك تعلمني، بس هلا بدي اروح العب بالطياره مع غانغا. في حدا بيروح يلعب بالطياره بهيك وقت؟ الشمس حاميه كتير برا، بلكي اكل ضربه شمس. لهيك حبيبي ترجع بتلعب بالطياره بوقت تاني. ليك عمو بده يعلمك لعبه الشطرنج مشان تصير تلعب معه مع ابوك، مو هيك؟ اه ايه ايه طبعا،
خلينا نروح. شو مانك حابب تصير لعيب شطرنج مثلي ومثل ابوك؟ عمو عن جد؟ ايه طبعا عن جد، انا متاكد انك رح تصير كثير لعيب ورح تتعلم بسرعه. حتى انا وابوك ما رح نقدر نفوز عليك. تعرف ليش؟ لانك ذكي وشطور. ايه حفيدي ذكي كثير. ايه طبعا. وبعدين لعبه الشطرنج لعبه الاذكياء، مو مين من كان بيقدر يلعبها. يلا تعال. جانجا بنلعب الطيارة بعدين، هلأ شوب. يلا عمو. يلا ابني تعال. امك عملت لك صحن حلو، ما بدك تاكل ساقان؟ بلا بدي، خلي مهراج يبعته على غرفة عمو. قبل ما بلش علمك في أساسيات لازم تعرفها. ليك بالأول قلي شو هي الأحجار اللي بتعرفها بهاللعبة؟ طيب، هذا هو الحصان، وهذا هو الوزير، وهذا هو الملك. هذا هو الحكي. طيب قلي لشوف، برأيك شو هي أهم قطعة بين هالقطع هدول؟ فكر وجاوب. الوزير. عمو مو هيك؟ لا يا ابني لا، أهم قطعة بلعبة الشطرنج هي الملك مو الوزير. صحيح الوزير القوي فيهن، بس بيضل الملك هو الأهم. طبعاً ممكن كل الأحجار بلعبة الشطرنج تموت كرمال الملك. الوزير هو القطعة الأقوى وبيقدر يتحرك شلون ما بيحب. إذا مات الوزير ما بتخسر اللعبة، بس إذا مات الملك وقتها بتكون خسرت كل شيء. لهيك هو الأهم. طيب بدي أسألك سؤال، هلأ الجندي عمو مو كمان بيحمي الملك؟ أكيد بيحمي الملك مثل باقي القطع. على فكرة الجندي هو القطعة الأضعف بلعبة الشطرنج، مشان هيك بسرعة بيموت. نفس الشيء بالحياة، الناس عبارة عن مقامات، لازم نعامل الناس حسب مقاماتهم، مو معقول نعامل كل الناس مثل بعضها. لازم أعطيك مثال لحتى تقدر تفهمها. من وين بدي جيب لك مثال؟ إيه هي أنت مثلاً، وهديك البنت الصغيرة اللي بالبيت، هاي الخدامة اللي اسمها جانجا. صحيح هي ساكنة معنا، بس هي معنا خدامة. لا مو صحيح، انت هيك بتكون غلطت. اذا حابب تكون ملك اللعبة شي يوم لازم تعرف امتى تستخدم القوة تبعك وكيف تحافظ على مكانتك واهميتك. ليك يا ابني، اذا بدك تكون ملك لازم تعرف انه ما في جندي ممكن يكون بمكانتك. الجندي هو بس موجود مشان ينفذ اوامر الملك، ومهما كان الجندي قوي وذكي بالنهاية مستحيل يوصل لمكانة الملك. إن شاء الله أكون عم بقدر أوصل لك الفكرة. لهيك لازم ما تسمح للخدم يتجاوزوا حدودهم معك أبداً، حتى لو كانوا كتير أذكياء رح يضلوا خدم طول عمرهم. ونفس الشي بينطبق على جانجا، لازم ما تخليها تتجاوز حدودها معك، خليها هي اللي تعمل الشغل، خليها تخدمك. إذا رح تفكر إنه مثلك مثل العالم وإنك ما رح تقدر تعيش بدون وجود عالم مثل جانجا بحياتك، صدقني وقتها ما رح تكون ناجح. اللي مالك حابب تكون بطل؟ أكيد حابب. لكن إذا عن جد كنت حابب تكون بطل لازم تعرف كيف تخلي العالم تكون خدم عندك. بتمنى تقدر تفهم شو حكيت. إيه قدرت أفهم شوية شغلات بس مو كل شي. إيه ما رح تفهم كل شي من أول مرة، بكرة الأيام جاية ورح تفهم كل شي. يلا خلينا نبلش لعب. إن شاء الله يقدر صهري يعبي براسه لساقار. شو هاد؟ ليش قاعدة بنص الطريق؟ شو المسخرة اللي قاعدة عم تساويها؟ ليش عم بتقولي عنا مسخرة؟ ستي عم جهز له طيارة لساقار، ما سمعتي لما قال إنه بده يطير الطيارة معي اليوم المساء؟ كنت عم فكر إنه بلا ما نطير الطيارة اليوم. ليش؟ هيك مو جاي على بالي طيارة. وليش مو جاي على بالك؟ مو اليوم انت قلتلي ساقار. شو كنت عم تقلي قبل شوي؟ كنت عم تقلي بدك تحضر لشي شغلة صح؟ اذا اليوم خلص فحص شو لسه بده يحضر؟ ايه مزبوط، انا ما بدي حضر للفحص، انا بدي حضر للمسرحية لانه بدي شارك فيها قبل ما تخلص العطلة. هيك بدي اياك على طول، قد حالك وقبضاي.
رح تشارك بمسرحيه؟ ايه طبعا ستي، بدي العب دور الملك كمان، مشان هيك لازم احضر حالي منيح. يعني حفيدي البطل رح ياخذ دور الملك؟ كتير منيح، هيك بدي اياك يا بطل، احسن ما تقعد تضيع وقتك بهالطياره اللي ما رح تفيدك بشي. ايه ستي مزبوط، ما معي وقت كتير، لازم روح حضر. ساقر وانا كمان جايه معك. تركي شو بدك فيه؟ في عنده مسرحيه. قولك تعي لهون خليه يحضر منيح. ماني مصدقة، معقول هالشي؟ انت خليت المستحيل يصير حقيقة. ما عم بقدر استوعب انه حفيدي ساقار قال لجنجا مجا على بالي اليوم طير الطيارة بعد ما كان هالولد ما بيقدر يعيش ولا لحظة بدونه. مشان تعرفي شو بقدر اعمل، قلتلك انه الولاد سهل تضحكي عليهم، بس لازم تعرفي كيف تتعاملي معهم. حتى لو اضطرينا احيانا نخوفهم زيادة، لسه لهلأ ما شفتي شي مرت عمي. هاي بس البداية، ما بيكون اسمي أومكار إذا ما بخلي لساقار يشيل اسم جانجا من راسه، والأيام جاية بيناتنا. ساقار استناني شوي، عن جد ما عاد بدك تطير الطيارة؟ طيب قلي شو المسرحية اللي بدك تعملها؟ جانجا ليكي أنا ماني فاضي هلأ، لازم أحفظه للدور منيح. إذا بتريدي لا تلهيني، أنا ملك الهند كله، أنا اللي عندي أكبر جيش بالعالم وعندي عدد كبير من الأحصنة، وكل الملوك بالعالم بيخافوا مني. ما في ولا جيش بالعالم بيقدر يوقف بوشي، لأنه الجنود اللي عندي ياهن قادرين يقضوا على العالم. عن جد رح تلعب دور الملك؟ إيه، مشان هيك لازم تدرب منيح، وإلا رح يعطوا الدور لحدا تاني. بس إذا كنت بحضر حالي منيح ما حدا رح يقدر ياخده مني. كل الممالك تمدح بشجاعتنا، واللي بيفكر يعتدي علينا بنمحيه عن وجه الأرض. تاريخنا بيشهد انه نحنا دايماً كنا نسطر اروع ملامح البطولة، وبحياتنا كلها ما دقنا طعم الهزيمة، لانه النصر دايماً كان حليفنا. وبعدين بس ما معي سيف. ايه وبعدين؟ بعد ما احكي هالسطر، لانه النصر دايماً حليفنا، لازم بالسطر اللي بعده يكون معي سيف، لانه الملك بهاللحظة هون بيشيل سيفه. المشكلة انه ما عندي سيف، وضروري يكون معي سيف، وما فيني اتدرب بدونه. على فكرة انت مو بس بدك سيف، انت بدك تاج كمان. ما هو المشكلة انا ما عندي لا سيف ولا تاج. يا الله شو اعمل، منين تجيبون؟ انا بعمل لك ياهم، رح اعمل لك السيف والتاج كمان، بس لحتى اقدر اعملهم بدي اياك تجيب لي ورق فضية وذهبية. عن جد جانجا بتقدري تعملي لي ياهم؟ انت متأكدة؟ ايه اكيد بقدر ساقر. يلا روح انت هلا وجيب لي الاغراض اللي بدي اياهم. استنيني هون، رايح جيب لك الاغراض. وهذا هو حسابه الخاص، شوفي أي شي حابة تعرفيه عنه رح تلاقيه هون بهاي الصفحة. ليكي مثلاً هون حاطت كل أفلامه المفضلة، ومطربه المفضل هو شانتانو مويتا، وهي كاتب شو هواياته، زيارة الأماكن الجديدة والتصوير. شوفي قديش حاطت صور لقله بالصفحة، طلعي. مين هاي البنت؟ كأنه أغلب صوره معه؟ شكلهم رفقات كتير وبيقضوا كل الوقت سوا. بولكيت معقول تكون حبيبته؟ لا تخافي، بجوز ما أنا حبيبته، وإذا يعني تصور معه بجوز تكون واحدة من رفقاته. بس يا بولكيت، نحنا لازم نعرف مين هي البنت. أنا ما رح أقدر أتزوجه قبل ما أعرف شو اللي بيربطه فيها. لازم أعرف مين هالبنت قبل ما رد له خبر لخاله بخصوص هالقصة. ليك ما في غيرك بيساعدني بهالموضوع. طيب امسكي دقيله واسألي. لا بولكيت، مو حلوة حاكي بهالموضوع على التليفون، شو بده يقول عني اكشي؟ معك حق. طيب شلون فينا نعرف؟ يعني ابوكي اكيد ما رح يسمح لك تشوفي لاكشي. لازم نفكر بشي حل. مرت خالي برابا، ما في غير برابا بتقدر تجيب لنا الخبر اليقين. شو عم تحكي؟ مانك مصدقة؟ هلا بتشوفي. خالتي برابا، تفضلي فوتي. مو معقول حماتها شو بتحبها، اول ما منحط الاكل منلاقيها اجت لهون. خالتي طمنيني عنك. الحمد لله بألف نعمة عايشين. سهري كيفك؟ Thank you.
سامعني؟ كيفك اليوم؟ برابا، تفضلي. ياش اللي طمني، شو أخبارك؟ منيح. ساقر على مهلك. وين رايح؟ تعال قلها. يلا تعال. شو مو حابب تاكل معنا؟ بعدين باكل عمو، بدي اخذ لي الاغراض لغانغا مشان تعمل لي سيف والتاج تبع الملك، لازم روح ساعدها كمان. طيب تعال لك عاوزك شوي، تعال قرب لعندي. في شغله مهمه بدي اقول لك اياها. عود دائما مستعجل. يلا قلي لشوف، مين بده يعمل السيف والتاج، انت ولا الخدامه غانغا؟ غانغا رح تعملهم. طيب اذا هي رح تعملهم، انت شو رح تساوي؟ هو مشان الاغراض مهراج بيعطيها اياهم. ثواني يا مهراج. يلا ليكني جاي. تعال ليكني اجي. بديك تاخذ هالاغراض وتروح تعطيهم لغانغا. يلا لشوف بسرعه. ايه. وليك بتقلها انه ساقر بده يجي يلاقي كل شيء جاهز. امرك. مالك حابب تاكل معنا يا بطل؟ عود. على فكره حتى عصفوري كمان كان عم يتدرب على المسرحيه واصر يجي لعندكم. حبيبي تعال لهون. ليش واقف؟ اقعد جنب ساقر. ما تعبت من الوقفه؟ مادفي. يلا تفضل حبيبي. بشو صفنا؟ قلت لك ما بدها مساعده. بس يا عمو غانغا بدها تعمل السيف والتاج بس مشاني انا، لهيك ما بصير اقعد هون واتركها تشتغل لحالها. هذا الكلام مو مزبوط. مهراج بيساعدها. بعدين كم مره صرت قايل لك انه الملك ما بيصير يساعد الجندي تبعه؟ مزبوط مرت عمي. امسك قول صحة وهنا يا ابني. امسك. خدي غانغا، هدول بعتلك ياهن ساقر وبيقلك مشان تساوي له السيف والتاج تبع المسرحية بسرعة. ليش وينه ساقر؟ ساقر عم ياكل تحت، انتي شو دخلك؟ قلتلي عم ياكل؟ ايه بس هو قال لي انه بده يرجع وانه حابب نشتغل السيف والتاج انا وياه. بس ساقر قال لي انه انت رح تشتغليهم لحالك. كان لازم تقولي لساقر مشان يجي يساعدك، لانه بصراحه رح ياخذ وقت اذا اشتغلتيهم لحالك ويمكن ما يلحقوا معك. ما بيصير انك تشتغلي وهو قاعد مرتاح تحت. مهراج ليش عم تحكي على ساقر بهالطريقه؟ ساقر بيكون رفيقي ووعدته ساوي له اياهم حتى ولو لحالي. بعدين هو كيف بده يساعدني اذا ما كان بيعرف كيف بيعملوا السيف والتاج؟ خلص خليه يقعد وياكل تحت. يا حرام هالبنت شو مسكينة، ما بتعرف انه هي وساقر مستحيل يكونوا اصدقاء وعم بتقول عنا صداقة. خايف يجي شي يوم وينجرح قلبك يا غانغا.